ان في الضبعه دلوقتي 4 محطات. نعم. المشروع النووي المصري ممكن يوصل ل40 محطه. مش 4. مش 4. اه الضبعه يشيل ل8. نعم. وممكن يشيل ل12. الضبعه. أيوة. في مواقع تانيه غرب الضبعه. زي النجيله. برضو هتشيل 8 وهكذا. المشروع بتاعك في مخطط. في مخطط كبير. يعني عندنا برنامج ده البدايه بتاعته. موسع كبير. موسع بدايه الضبعه. بدايه الضبعه. وعندنا النجيل وعندنا اماكن اخرى. عندنا يعني ممكن نوصل لحاجه بتقول على مدار يعني 40 سنه 40 محطه. 40 محطه بتقعد قد ايه المحطات او عمرها الافتراضي او حاليا المحطه اللي احنا نتكلم عن المحطه دي الروسي بتاع الضبعه الروسي دي او الجيل الثالث عموما 60 سنه لكن الجيل الثاني كان 40 سنه ومدول 60 سنه. نعم. فالجيل الثالث متوقع يتمد ل 100 سنه. المطور. هو الجيل الثالث هو 60 سنه لكن. نعم. متوقع ان هو يمتد 100 سنه. رئيس النهارده ومدير عام الشركه قال كده. ايوه قال معانا 100 سنه. معانا 100 سنه ان شاء الله يديك طاقه طول الوقت ده يعني هترجع فلوسك اللي انت صرفتها بعد 15 سنه 15 سنه او اقل. او اقل. نعم. عارف شحنه الوقود النووي اللي بيشغل المحطه دي ب 60 مليون دولار في السنه. شحنه الوقود النووي الغاز السنويه اللي تشغل محطه زيها ب 400 مليون دولار. شوف فرق قد ايه يعني كمان بيوفر في سعر الغاز. سعر الغاز 360 مليون دولار. لو انت خدت الغاز اللي انت وفرته وحرقته في البتروكيماويات او الاسمده. نعم. تكسب 9 مرات لو حرقته في الكهرباء. يبقى انا دي قيمه مضافه. قيمه مضافه. يبقى انا اوفر الغاز للصناعه. ايوه. واشتغل بالنووي احسن لي. وطاقه نظيفه. نعم. معايير الامان النووي لن تسمح الجديده. ايوه. اللي هو الجيل التالي. لن تسمح بتكرار الحوادث النوويه. تشيرنوبيل. بتاعت تشيرنوبيل. اول حاجه سري مايل ايلاند. هم كلهم زي بعض. امريكا. في امريكا. سنه 79. وتشيرنوبيل في 86. في روسيا. اوكرانيا. روسيا. و2011 في كوشيما. اليابان. الثلاث محطات او ثلاث حوادث زي بعض بالظبط. زي بعض. لن تسمح بتكرار هذه الحوادث. وفي حاجه مهمه جدا في الجيل الثالث ان الجزيره النوويه اللي هي المعدات النوويه بتاعت المحطه محطوطه في وعاء. وعاء من الخرسانه اللي هو القاعده بتاعته اللي اتثبت النهارده لان بتعمل قاعده زي ما بتعمل قاعده للعماره عصبه خرسانيه. ايه اهميه النهارده؟ قامت النهارده دي المحطه الرابعه. المحطات الثالثه اتعمل لهم. نعم. دي معناها ان البرنامج الاربع محطات جاهز للعلو والارتفاع. خلاص الافق انتهى. الراسي. نعم. والراسي سهل. ويبدا يتركب المعدات 2028 تاخد اول محطه تطلع على الشبكه 2030 اخر محطه ان شاء الله. فالنهارده حضرتك بتقول لي ده مهم النهارده صب الخرسانه اللي هي القاعده اللي هي الاساسيه. أيوة. اللي عليها المفاعل بيتركب عليها. هتشيل الاف الاطنان. الاف الاطنان. دي بيبقى سمكها حوالي 4 متر من الخرسانه المسلحه. نعم. فدي بتشيل الاف الاطنان. نعم. وبيبقى موجود بعد الصب الخرسانيه بيبقى موجود مصادة قلب المفاعل. عشان لا قدر الله حادثه حصلت زي اللي حصل قبل كده المواد المصهرة هتتحط في مصادة قلب مفاعل ومصادة قلب مفاعل تبردها وتبقى آمنة للبيئة. وعاء الاحتواء ده اللي أنا بقول لك عليه ده ارتفاعه 60 متر ده يستحمل طيارة تخبط فيه كتلتها 400 طن بسرعة 140 متر على الثانية يستحمل قذائف الصاروخية يستحمل الزلازلات الأرضية الزلازل لغاية 8 ريختر يستحمل السونامي الكبير لغايه 25 متر يستحمله الفيضانات والتورنيدوز والحاجات دي كل ده كل دي معدلات امان موجوده في محطه الضبعه دي معايير الامان النووي. بالاضافه لا قدر الله حصل حادثه جوه المحطه لا يمكن مواد مشعه تخرج بره البيئه.